بروفيسور مارك ماسون من جامعة جون هوبكنز، وهو واحد من الباحثين في هذه الدراسة، يقول بلسانه: بعد 25 سنة من دراسة الصيام تبين لي أن الصيام يساعد على نمو خلايا عصبية جديدة في الدماغ، وهي مهمة جدا في مهمة في الذاكرة وفي التعلم، وكذلك الوقاية من الشلل والزهايمر، مما كذلك يحسن وظائف الدماغ. يتابع دائما نفس البروفيسور قائلا: لقد أثبتنا من خلال النتائج الرائعة للصيام أنه يساهم في تأخير أعراض الشيخوخة والزهايمر، وكذلك في تحسين أداء الخلايا وقدرتها على التخلص من الزوائد. يقول كذلك: كما أن هذه العملية تزيد من كفاءة النظام المناعي بشكل أوتوماتيكي. ننتقل اليمنى إلى الدراسة الثانية، هي دراسة لجامعة سيدني بأستراليا. أقيمت هذه الدراسة بتاريخ 11 مارس 2020، ونشرت في مجلة تدعى هذه المجلة خلية التقارير، قام بها الدكتور مارك لالونس. في هذه الدراسة وجدوا أن الصوم، من خلال التجارب التي قاموا بها على مجموعة من الناس، وجدوا أن الصوم له آثار طيبة على الكبد. يقول هذا البروفيسور، يقول: لقد استخدمنا أحدث التقنيات التحليلية لفهم آلية الصيام على الكبد، ولأول مرة نعلم أن الصيام يلعب دورا رئيسيا في تحسين صحة الكبد بشكل مذهل، وعلاج أمراض أخرى مثل أمراض القلب وكذلك مرض السرطان. دائما في نفس السياق، دراسة أخرى أقيمت في ألمانيا هذه المرة، هي دراسة نشرت في مجلة بلاوز وان. أقيمت هذه الدراسة بتاريخ 2 فيفري 2019. من خلال التجربة التي قام بها الباحثون، قاموا بتجربة على مجموعة من الناس، لكن وجدوا أن 84% من الأشخاص الذين أجريت عليهم التجربة وكانوا صائمين، وجدوا أن حالاتهم، ربما الحالات المرضية يعني تحسنت صحتهم. أصحاب يعني التجربة أقيمت على مرضى أصحاب يعني مرض داء السكري، وكذلك أمراض المفاصل، مرض الكبد والكوليسترول وضغط الدم. ننتقل إلى دراسة كذلك، دراسة الرابعة. نعم، وهذه المرة سننتقل إلى جامعة هارفارد، وهي إحدى الجامعات الشهيرة. تكتب يعني في موقع هذه الدراسة، نشرت في موقع الجامعة، يعني في الموقع نقلنا بالحرف الواحد، يقول بأن الصيام له أثر طيب على الشبكات المتعلقة بتوليد الطاقة في الخلايا، مما يؤدي إلى إطالة العمر. كما كذلك هذه الجامعة، جامعة هارفارد، توصلت إلى نتيجة أخرى بأن للصيام له فوائد في علاج الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر والكوليسترول. يعني نفس النتائج تقريبا توصلت إليها مختلف الجامعات. كذلك من النتائج أيضا أكدت بأن الصيام له أيضا دور في تقليل الإجهاد التأكسدي المسؤول عن أمراض عديدة. ننتقل لدراسة أخرى قامت بها جامعة ألاباما بالولايات المتحدة. كلها دراسات غربية. نعم، كلها. هذا شيء جميل. هذا ما أردناه أصلا. نحن يعني نتحدث هذه الأمور، ربما نحن الصيام لما فرض علينا أكيد فيه فوائد. أكيد. لكن يجب كذلك أن نطلع على هذه الدراسات حتى نستفيد منها. دراسة كما ذكرت لك قامت بها جامعة ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية في 10 أبريل 2018 تقريبا. يمنى هي دراسات كلها حديثة. نعم. قاموا بتجربة رائعة لمعرفة عدد ساعات الصيام المثالي، فوجدوا أن الصيام 16 ساعة إلى 18 ساعة، وهنا نحن كمسلمين نقول يعني نفس الساعات التي نصومها. نعم. في شهر رمضان، ولمدة 5 أسابيع. هنا شهر رمضان 4 أسابيع، والأسبوع أيام 6 أيام من شهر شوال. نعم. قالت 5 أسابيع، يعني الصيام لمدة 5 أسابيع. وجدت الدراسة، توصل الباحثون إلى نتائج أن الصيام يؤدي، يعني بعد 4 أسابيع يؤدي إلى تحسين ضغط الدم بشكل كبير، وإنقاص مستوى الكوليسترول الضار بشكل كبير أيضا. مشكلة كما الضغط التي هي منتشرة للأسف. نعم. الشديد. نعم. نعم. كما ينخفض كذلك مستوى الأنسولين بشكل كبير، وهذا حسب الدراسة دائما التي أقيمت بجامعة ألاباما بالولايات المتحدة
الأمريكية. كذلك ننتقل لدراسة أخرى، لكن هذه المرة ربما يمنع العام الفارط. سمعنا كلنا شاهدنا ذلك الجدل بعد انتشار كورونا، أن الصوم ربما يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي. نعم. البروفيسور يوان جيساكي قال يعني رد على هذا الحديث، وهو احد اشهر المتخصصين في الامراض المعديه وعلم الاوبئه، وهو كذلك عضو بمجموعه كوفيد 19 في معهد كارولينسكا السويدي، والمسؤول كذلك بمتابعه تطورات فيروس كورونا المستجد. يقول في لقاء له على الاذاعه السويديه بتاريخ 22 ابريل 2020، يقول بلسانه: اكاد أجزم بأن الصيام يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا لجفاف الحلق، لكن الرطوبة هي التي توفر البيئة المناسبة لاحتضان فيروس كورونا، وأعتقد أن خطر انتقال العدوى ينخفض عند الصوم. كما ينصح هذا البروفيسور الصائمين بمضمضة الفم عدة مرات، وكذلك نصح الأطباء الذين يعملون في مختلف المصالح مصالح كوفيد 19، نصحهم بتنظيف الأجزاء المكشوفة مثلا اليدين، الوجه، الأنف، وهنا بلغتنا نحن كمسلمين نقول أنه ينصحهم بالوضوء. كذلك ننتقل إلى دراسة أخرى قامت بها جامعة ييل الأمريكية، هذه كذلك من خلال الدراسة التي قامت بها حول الصيام، نشرت في مجلة الخلية هذه الدراسة أقيمت في 8 سبتمبر 2016، وجدت أن